دلوقتي مشاهدينا نتعرف على أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي من أبرزها انطلاق ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي على مسرح سيد درويش. كمان في 4 مباريات قوية هتتلعب النهاردة في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هينطلق ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة، ودي الدورة اللي هتحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين على مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون. الملتقى هيكون تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. لعشاق الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 13 من المسابقة. ليفربول هيواجه فريق نوتنغهام الساعة 1:30 الظهر، ومانشستر سيتي هيواجه برايتون الساعة 4، وفي نفس التوقيت إيفرتون مع كريستال بالاس. لقاء القمة هيجمع ما بين تشيلسي ومانشستر يونايتد الساعة 6:30 بالليل. لعشاق الدوري الأسباني هيكون معادهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 11 من عمر المسابقة. فريق رايو فاليكانو هيواجه قادش الساعة 2 الظهر، والساعة 4:15 بلد الوليد هيواجه ريال سوسيداد، والساعة 6:30 فالنسيا ضد ريال مايوركا، والساعة 9 ريال مدريد مع أشبيلية.